حضري اكبر لاعب في المنتخب، بيقول نقول تاني اكبر لاعب في منتخب مصر. اكبر مننا كلنا. مبروك يا عطلبه. الله يخليك يا كابتن، ربنا يبارك فيك يا كابتن حبيبي. الله يخليك يا نجم، يعني مبروك ومسا على الضيوف اللي مع حضرتك يا كابتن. الله يخليك كابتن عصام عبد المنعم والاستاذ ايهاب الخطيب. مبروك يا كابتن، الف مبروك. تحياتي اليوم، تحياتي اليوم يا كابتن، ربنا يخليك يا كابتن. الله يخليك يا طلبه. مستر كوبر حطك في الجوكر، ممكن تلعب مساك، ممكن تلعب باك ليفت، ممكن تلعب باك رايت، جوكر موجود في منتخب مصر ومطمن الراجل وبيتفائل بحماده طلبه. ربنا يخليك يا كابتن. طبعا الحمد لله الواحد بيشكر ربنا النهارده على الفوز الكبير دوت. الحمد لله قدرنا نفرح الجمهور اللي جاي من انحاء مصر كلها، وبقول الحمد لله. طبعا الفوز ده ادينا دفعه ان شاء الله كابتن ان احنا نكسب الماتش الجاي ان شاء الله باذن الله. يعني عندنا ماتشين ورا بعض، لا ربنا يكرمنا. مصر اللي هو بقاله فتره طويله نفسه يوصل كاس عالم ان شاء الله باذن الله، نفرحهم باذن الله ونوصلهم باذن الله كاس عالم. انا شايف الامور ماشيه بشكل كويس وماشيين خطوه خطوه، وبنقدر نكسب بره وجوه، فاعتقد ان الامور يعني ماشيه بشكل مظبوط في تصفيات كاس العالم. والله يا كابتن الحمد لله. طبعا اللعيبه النهارده كانت كلها رجاله، وكنا احنا قبل الماتش كمان مصممين ان احنا نكسب. ما كناش باصين لاي حاجه، اللي احنا حاطين هدف قدامنا ان احنا نكسب، وحاطين يعني شايف كل اللعيبه الحمد لله كانت طول المعسكر روحها حلوه جدا مع بعضها وكده، وكان كل هدفنا ان احنا نكسب عشان نفرح على الشعب المصري كله. طبعا مستر كوبر ما شاء الله، يعني احنا قادرين بيوصلنا للنقطه ديت اللي احنا كلنا نحب بعض، اللي يلعب ما يلعبش. انا والله واحد من الناس مش فارق معايا العب ما العبش، اهم حاجه كان ربنا يكرمنا ونكسب. الثلاثه بونت دول كان حاجه بالنسبه لنا حياه وموت، وفعلا قدرت النهارده اللعيبه كلها كانت رجاله بصراحه. انت شايف كمان النهارده كابتن، يعني رمضان صبحي جاي من بره قاعد، عمر جاي من بره قاعد، ورده، الناس دي كلها ما فيش حد بيفكر في لعب، احنا كنا كل تفكيرنا اللي احنا نكسب. وشايف النهارده ما شاء الله رمضان نزل غير الماتش كله، وقدر الحمد لله اللي هو مع اللعيبه اللي كانت في الملعب النهارده. انا بشكر النهارده بصراحه خط الظهر كان النهارده كان عليه عيب كبير جدا، وقدر الحمد لله اللي احنا قدرنا نتخطى. يعني لعبنا الماتش بصراحه ماتش كويس، انا شايفه من وجهه نظر انا الماتش دفاعيا، كنا بندافع والكلام ده، بس يعني بس الحمد لله انا بحمد ربنا اللي احنا قدرنا نفرح الشعب المصري، ده اللي كان يهمنا بس اهم حاجه. مبروك يا حماده، راجع على بورسعيد ولا ايه الوضع؟ والله كابتن انا على الطريق دلوقتي، انا على الطريق والطريق ضلمه جدا. انا عارف انت بتحب التمرين، فلما يعني توصل بورسعيد روح على التمرين على طول، اتمرن لوحدك كده ما تروحش. لا لا انت عارف يا كابتن الواحد الحمد لله ما بيحبش يريح، يعني عندنا طبعا عندنا ماتش مع الاسماعيلي يوم الخميس ان شاء الله. يعني هتتمرن الساعه 3 بالليل يعني عقبال ما توصل مثلا؟ لا لا يا كابتن انا عندي والله معسكر، يعني انا عندي معسكر. معسكر شغال على طول كابتن حسام حسن. يعني انا هسافر مع الفرقه بكره كمان. مسافرين فين بقى؟ برج العرب برضه. ان شاء الله. يعني راجع بورسعيد تقعد ساعتين وترجع تاني، كنت استنيته في برج العرب، ولا ترجع بقى عشان تشوف الاسره بقى؟ ما شفتهمش طبعا واولادك. طبعا طبعا مبروك يا حماده، وبالتوفيق ان شاء الله الفتره القادمه. ربنا يخليك يا كابتن. الله يخليك.